تكالي. فرحان برشا باش نستقبل احذيه اليوم ضيفه بالحق عندها برشا ما تحكي. موسيقيتها ياسر مزيانه, ما عندها بيرسوناليتي باش نكتشفوا جانب منها يمكن انا بيدي ما نعرفوش. مرحبا برشا ياسمين عزيز. عايشك, ميرسي بوكو. عايشك نحوالي. لباس لباس. وانت؟ انا الحمد لله. برشا يعرفوك بالفيولون, تعرفوا كاين الموسيقى, اما فما كنتي في حياتك في البيرسوناليتي نتاعك يمكن ما يعرفوش. احنا اليوم شحاول نبلشوا شويه. مرحبا. كنت تحب؟ مرحبا. باه مش مشكل. باه مادامنا في المود نتاع الافلام, تو تحب الافلام انت؟ اي. باه, انت تيم باربي ولا تيم اوبنهايمر؟ انا مازلت مريتهمش الزوز. مازلت انا مازلت مريتهمش الزوز اكثر والله والله. انا شفت باربي اليوم مش خايب. ريت باربي. عجبتك؟ اي حلو حلو. مازلت مريتهمش. حتى باربي عجبتني ومرو واضحه الفيلم صافا. انا اون فيت ريت برشا ديزانترفيو من عند عبيد, وفي مع عبيد قالوا ما عجبوهمش باربي خاطر قالوا ياسر جوغ النساء خير من الرجال ونعرف شنو. يا اخي للباز الكونسيبت ما عجبتنيش. انا ديما نحب ايكواليتي وكل شيء, وفرامون ماك تعرف فما موفمون كبيره نتاع فوالا جود باي مان وهلا ويمن. دونك بالضبط فوالا. انا جو سوي مانيش فيمينيست, انا جو سوي ايجاليست. معناها ليتر هيومان بصفه عامه, معناها انت يهمك ليتر هيومان ما يهمكش لا الراجل لا المراه. مي نحب فوالا, مي نحب نتفرج كوميم خاطر ابارامون ديكو حلو برشا. موسيقى حلوه زاده, موسيقى الحوايج كل شيء الكونسيبت حلو زاده. السؤال اللي نسالوه لكل انفيتي يجي حذانا, شنو هو اكثر حاجه تضحكك؟ اختي. اختك كيفاش؟ اختي تضحك. اختي راو تقول كوميديان, ديما نقولها برا امشي اعمل ستاند اب خاطر هي تضحك. ناس يسخلوا لي انا نضحك نقول لهم ربي برا احكي مع اختي. شوفوا اختي تيح تيح في القاب. هي مناعه في الفاميلي ديما تعمل عميل, ديما تعمل برانكس هكا الجو هذاك. ميم با عندها عرفت للامور نقول له بلاك هيومر. اي اوكي اوكي فهمت اوكي. عرفت نتاع الانجليز تخيل معناتها تقعد ساكته ساكته ومن بعد تخرج لك حاجه ومن بعد انت تموت تقول وات وين جبتها هذايا. دونك اختي واو. باهي ربي يخليه لك. شنو هو اكثر حاجه تخوفك؟ باهي الحقيقه لي بالين. لي بالين. لي بالين واللي غوكا. هو شنو هي الشانس بتاعك تقابل بالين؟ معناها بعد عليكم لي ميم لي زيماج. عندي فوبي. انت شفت مره حتى كي تفرج تتقلق؟ اي نتقلق. بينوكيو ريت بينوكيو ما نجمتش نتفرج. فايندينغ نيمو ما فرجتهاش. امبوسيبل. بلاك بلاك امبوسيبل. انا فينالمون 3 دي معناها نورمالمون كيوت هكا شويه محليهم. لا كيوت لا شيء. انا نمشي قدام نقول في بعد لي لي هذايا اول مره نحكي عليها راه في معناها هذوما في البحر. المهم البحر الداخل بالكل شنو هو؟ لا انا ما نجمش ما نجمش حتى نعوم من داخل كله ونعرف فما حوت كبير غادي كا ما نجمش. باه باه نحكيو توا على القرايه. ياسمين والقرايه كيفاش كنت قبل في القرايه مثلا كي كنت صغيره؟ كنت البروفيل نتاعك كنت قرايه برشا ولا كنت ما عينكش ياسر في القرايه ومخك في حاجات اخرين؟ كنت مشوشه كنت عاقله كيفاش كنت؟ باه انا حياتي كامل ديما كنت امبيسيوس هذايا اول حاجه, وكنت جيك على الاخر اللي انا مازلت جيك باغ اكزومبل سورتو في الكونسيرفاتوار وقت اللي كنا عندنا دي ديفوار نتاع كومبوزيسيون ديما ولي زارونجمون. واحد يقول باهي جيب ام مورسو اللي شبه هكا وهكا انا نجيب زوز. عرفت جيك مي وقت اللي كنت صغيره ديما كنت نتحرك برشا دونك ديما لايك ياسمين ستوب موفينغ خاطر ولا اون جينيرال عندي برشا هايبر اكتيف خاطر عندي برشا انرجي. اوكي عملت لك مشاكل الحكايه هذه مع اللي قريو فيك قبل اللي يقولوا لك اركح ريض ما يفهموكش معناها؟ اي خاطر مخي ديما كانت ارتستيك دونك ديما ملي انا صغيره يقولوا لي باهي اعمل هكا وهكا وانا نعمل حاجه كومبليتمون ديفيرون ولا ان بو ارتستيك ويقولوا بربي كيفاش خافنت دونك ايماجيناسيون ديما ماشي. اوكي عملت عمايل قبل؟ عامله مثلا ما نعرفش هكا مثلا برمي العمال اللي تحكيو لنا يقول لك سرقت الريجستر معناها الليست نتاع لي نوم نتاع نتاع لي زليف سرقتها. عملت عامله مثلا حاجه هكا ولا كنت عاقله تخاف؟ اي سيغ وقتاش في قاعده نخمم. اي بيان سيغ في الانترنا كنا ديما خاطر سيتي تالمون ستريكت كنا ديما نلوجو كيفاش باغ اكزومبل تمشي ماخر. كنا ديما نفلطو السبور غاديكا خاطر اوبليجي لي خاطر غاديكا اوبليجي باش تعمل 3 اور بار سيمين سبور. انت وين قريت؟
في لندن في اليهودي مانيوين سكول ايكول دو ميوزيك. دونك كنا ديما انا وصحابي نشوفوا يدي توجع ما نجمش كنا نعمل سبور اليوم نولي ما عادش نجم نعزف دونك فوالا كنا ديما نشوفوا كيفاش بنعملوا ايش سافا ترونكيل معناها ماكش يسر هكا ما عقله تسمع عقله سافا ترونكيل بي ياسمين والحب ياسمين والحب بي اول اول علاقه حب معناها نحكي لهنا راهو كل لامور نتاع نتاع الطفوله نتاع الصغر نتاع الصغر اكزاكتومون اللي عشتو مثلا في القرايه في ولا كريت عاش في بيريود القرايه تتذكروا انا نذكر اول مش الحب خاطر ما صارتش استوار اي ماشي استوار دامور اما هكا فما كالحاجه هكا لاول مره اللي انا قلت واو ذيس مان از اميزينغ يمكن صغيرة بالكل ونذكر بالكدي وهو كان يعيط لي ما كانش يحكي بالانجليز بالكدي يعيط لي أفريكا جيرل بالنسبة لي أمام ما يعرفوش أفريكا جيرل ومن بعد خرج مع الكولوكاتير متاعي معناتها اللي كنا نسكنوا في فرد بيت وخرج معاه دونك قلبي تاعي نذكر عمري وقتها 12 أو 13 ونقول أوه ما حلي ب اول رونديفو رومانتيك اول رونديفو شخص استدعاك قال لك نخرجوا نتعشاو ونعملوا حاجه هكا مثلا في بلاصه نمشيو نشوفوا فيلم تتذكرهم انا نذكر ريت هذوم الكل لي زيستوار دامور بالحق وتخرج تعشى وكل شيء انا هذوم الكل مخر صارت لي الحقيقه انا نقول بالرسمي وقت اللي نشوف تصاور نتاع افون 18 ans et après 18 ans وقت اللي ضعفت بالكدي وليت نحيت شويه الستايل بانك وكنت غوتيك بدل شويه تبدلت جمله ما انا حسيت روح ما اي بدل سورتو في البوا خاطر كنت قبل كنت 10 كيلو اكثر من توا باغ اكزومبل اوكي انا توا قادي 54 كنت 64 و ميم 65 وانا قصيره مانيش شينا برشا دونك حسيت روحي ديما منيش مزيانه برشا في الليبوك هذاك مي وقت اللي كبرت شويه وعملت فوالا كنت ليه بروحي اكثر هذاك وقت اللي نغزل نقول بالرسمي منيش خايبه اتس اوكي دونك فوالا بي انا جو اسمه الكاستينغ في كل مره باش نعطيك فيلم فكره نتاع فيلم هاي وانت تمثل فيه مغروم بتمثيل الساعه ولا شويه بين نحاول وهاك نحاول اما في الفيلم هذا كل مره باش تختار شكون معاك البطل في الكاست شكون باش يكون معاك اوكي بي فيلم الاولاني فيلم رومانتيك اوكي انت تقرا في الفاك او نهار تلقى روحك تتعارك مع ايتيديون غاديك خاطر شعر اللي ضرب لك رهبتك وانت داخله تقرا اوكي ومن بعد تكتشف اللي هو معاك فرد كلاس اوكي وتلقى روحك زادة عندك بروجي معاه لازمك تخدمه معاه اوكي وهذا اللي يضرب لك رهبتك هذا هو فيديو اوكي وانتم ما تحملوش بعضكم اما بعد بشوي بشوي تولي بيناتكم يسواق دمو اوكي شكون الاكتور التونسي اللي تتصوروا يجي معاك في الرول كيف هاك نرفزني من لول ونولي ولباس يعني ينرفزك من لول بعد تولي نمور مليك محمد مراد ينجم يوترك من الاول اي خاطر هو ياسر سمباتيك يضحك ونعرف ينجم يعمل رول كيما هكا نتاع باد بوي مي او فون اللي تري جونتي بي نمشيو الفيلم محمد هاي دوين محمد مراد فيلم اكسيون تخدم في الداخليه بوليس تجيك ميسيون يقولوا لك انه فما فيولون قديم برشا وغالي تسرق اوكي لازمك تلقاه وتبدا عاده ليزانفستيغاسيون وتكتشف انه الفيولون هذا موجود في دار في سوسه تمشي غاديك تلقى اللي ليكس نتاعك هو اللي سرق الفيولون وبتبيعك تحكي معاه يقول لك راهو سرقه على خاطر يحب يهديهولك باش ترجعوا لبعضكم وقتها انت تتاثر هكا وترجعوا لبعضكم وتهربوا زوز وتهزوا الفيولون معاكم البر شكون حاسب رايك يكون معاك في رول كيف هاك بربي مني جبتها الاستوار هذايا والله واحد صناعتها another level بتاع انا ديجا عمري متقبل عبد لي يسرق حاجه ومبعد يقول فيلم هذايا فيلم ما صارش اوكي تخي بيان شكوني ما اكتر اكيد راه باد بوي وفرد وقت ياسين بن قمر ياسين بن قمر بي تعال نمشيو البنات تعال نعطيك فيلم هذايا فيلم سيونس فيكسيون ياسمين تخدم في النازا كلموك قالوا لك راهو فما مصيبه باش تصير في الفضاء ولازمك تمنع على الكوكب وباش تهز معاك زوز بنات صحابك اوكي شكون تختار ممثلات يمشيو معاك زوز ممثلات نقول عزه سليمان اوف كورس عزه اوكي اي تعطي عزه شويه تحسها كان ستيل ماتريكس اي صحيح تحسها ستيل هذاك عزه عندها لي تري فورت محلاها وتحسها كان اي حاجه يصير هي باش تدافع عليك باهي
وشكون آخر شكون آخر؟ نجم ناخذ عبر اللي ماهيش اكتريس مي اكتريس شوية. نجم اي بي حنان العش. حنان العش اي خاطر هي حنينة برشا دونك كان فما مشكلة سيكولوجيكمون هي تعاونونا. بي حنان العش وعادل سليمان شو بي شو بي على الاخر. بي نمشي لحاجة أخرى وفي الكاستينج اللي يعرفوا عليك برشا ياسمين عزيز انك انت مغرومة بالحيوانات. قديش عندك من حيوان مربي؟ انا عندي برينسيبالمون عندي سمسم. سمسم ولدي هزيته مرة مام عند فكرة سيمي في الاميسيون. وانا وامي عندنا ان سو مومون 14 شنو هي 14 شيان شيان برشا 14 مش صعيبة الهوى بهم. ايه ولاحظت حاجة خاطر كي حكيت انت ملول على سمسم قلت ولدي. أيوة وبرشا ملي ربيو قطاتس ولا ربيو كلاب ديما يقول ولدي ولا بنتي معايا. اسكو فما هذه ريلاسيون بالحق؟ انا خاطر ما ربيتش دونك ما عنديش فكره على سنتيمون شنو كان انت تحكي لي عليه. علاش ديما يتحس كانه ولدك؟ انا شوف عمري ما جبت صغار مي جيماجين السنتيمون اللي انا عندي بور سمسم تقرب. هذا الناس ديما يقولوا لي انت ما تنجمش تعرف انت ما تنجمش تفهم السنتيمون وقت اللي تجيب صغار وكل شيء. سي فري عمري ما نقول نفهم ونعرف بينا جماجين الحب اللي عندي بوخ سامسام تقرب خاطر اي حاجه يصير للولدي اللي انا عيطت له انا راو نجم نموت النجم نموت على خاطره انا ما عندي حتى مشكل بيه ربي يخليه لك عايش ان شاء الله يقعد بيه. نمشي توا نحكيوا على المزيكا قبل ما نحكيوا على الالبوم الجديد نتاعك على قريب ان شاء الله اللي هو برايف. اما باش نسالك في المزيكا مثلا شقول لك كل مره شنو هي الحاله اللي انت فيها وشنو تسمع كي تبدا هكيك؟ اوكي مثلا شنو تسمع كي تكون فرحانه؟ مايكل جاكسون. مايكل جاكسون اي الالبوم كامل قلت لي الالبوم كل شيء ديجا باش تعدى معنا بعد نورمالمون ميكس كامل مايكل جاكسون احنا لحدش خلص. باه شنو تسمع كي تكون هكا متغشه والمود مش هو نرفزت قلقت؟ عندي انا نرفزت وقلقت باش يردني في اون بون هومور. انا ندخل ديريكتومون في الثنيات روك نسمع فايث نو مور ليد زابلين نيرفانا جيمي هندريكس كل شيء روك خاطر نولي فرحانه اكثر من بعد. بي شنو تسمع كي تكون حزينه؟ كيف بدي اقول حزينه؟ حزينه ساد 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 تنجم حتى اسم باند تنجم تقولي جون موزيكال مثلا موزيكال نجم برش حاجات نجم هذيك برش حاجات نجم تسمع جاز ولا دي كونسيرتو محليهم ولا دوبيرا ولا فهمت كان انا ساعد شويه يمكن ان ندخل اكثر في التوسكي لا ميوزيك اللي ماهيش بوبولير نحب نقولها شويه جاز ولا ميوزيك كلاسيك وجو هذاك. شنو الموزيكا اللي كي تسمعها تبدل طول تسكر ماذا بيك ما تسمحيش؟ اوه جاد ليست هاك تحب تحب نكتبه لك اوه ماي جاد انا اعطيك لو توب 3 توب 3 توب 3 ديسباسيتو اه يا بليز سيف مي فروم ديسباسيتو بليز. اي جي سيف هو تعبتنا الاغنيه قاعده سيف كامل اي ديسباسيتو وفي برشا عباد ولا جم الصومال يسالوني ساعات ياسمين بربي عزف لي ديسباسيتو على الفيولون ونقول نو نو ما نجمش باي فما جاستن بيبر او مو اكليت اغنية تبدأ بربي ام سوري ما نجمش انا ما نجمش بي شنو واحد اخر انا ديسباسيتو جاستن بيبر جاستن بيبر برش استنى فما اغنية فما شكون حط لي اخر مرة وقلت بربي نحي للغنية مايلي سايروس جديدة ذيكا فلاورز لحقيقة ما انا ما عجبتنيش مش خايبة مي انا مدربية ما نسمحيش هي اذواق معناها خاطر في الموسيقى مثلا تنجم حاجة معناها مش معناها خايبة ولا باهية تنجم تكون تعجبك ولا ما تعجبكش تنجم باهية ولا خايبة ذيكا سوجي اخر اي مي تشو تشو ابريسي هكا هذا ما تسمحيش اي ما انا ما نسمحيش انا ما عجبتنيش برشا ماهيش التوب 3 نتاع واو اوريبل شانسون جست هذاك اللي جاتني في مخي تاع ديرنيير مورسمات بي نحكيوا على جديدك الالبوم برايف كيفاش باش يكون فما دي سينجل ديجا خرجت كلهم موجودين على سبوتيفاي وذولي ديجا عندنا دو كليب موجودين على يوتيوب نعرفش كان ريتهم وذي جورني موسيكال انتر ان بو دو روك ان بو دو جاز تري كيفاش نقولها نحسها ياسر ميوزيك دو فيلم
Il y a beaucoup des histoires. وخلي تسمع غنية تمشي من بلاصة وبعدها ترانسبور لبلاصة أخرى. أوكي. فهمت. وحلو أنا عجبتني برشا أنا. ماش بقوله فواياج معناها. فواياج للألبوم كل مرة تهزهم في موندو مثلا. ولا في الألبوم هذي وحدك؟ لا سيتي برودوي بار علي جزيري. اوكي. و سي 100% تونيزيان دي ميوزيسيان كولوم دي تونيزيان عملنا ميكسينغ ماسترينغ في لوس انجلوز. اوكي. كيما قلت لك فما لي تيتغ توا بداو يهبطوا بشوي بشوي على سبوتيفاي ويوتيوب. سوبر. وان شاء الله تعجب. ان شاء الله ان شاء الله تابعوا ياسمين عزايز عشان يوتيوب تاعها على سبوتيفاي زاد على البلاتفورم الكل. كي نحكيوا على ياسمين عزايز مثلا الالبوم تاعو بريف وموزيكتك برشا يعرفوها معناها موجوده جميل. وقتاش تنجم ياسمين تقول راهو توا نجم نعمل ام ميجا سبيكتاكل ميجا سبيكتاكل اللي انا نجم نوري فيه خاطر سبيكتاكل شنو هو سامحني حاجه صغيره انه ساعات الارتيست يحب يهز الناس للموندو نتاعو معناها كي باش نعملوا سبيكتاكل مثلا يحب الناس كي تدخل تخرج شفت العبد هذاك شفت بيرسوناليتي نتاعو شفت الباركور نتاعو موزيكته وقتاش ياسمين تنجم تكون حاضر لحاجه من النوع هذا ان شاء الله عم جاي جو سوي ان بلان دو بريباراسيون ان سو مومون عندي بروجي جديد وان شاء الله عم جاي باش نعمل بليزيور غران غران سبيكتاكل فوالا وتحب مثلا تو انفيت عباد سبيكتاكل هذا يجيو يعزفوا معاك ولا يغنيوا معاك صحيح مثلا شكون اللي تتمناهم تجمد في مخك راه شكون ماذا بيك يطلع معاك في سبيكتاكل انا ما نعرفش كان ريد ديرنييرمون خرجنا تيتر انا وسمارة هاي 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 دونك سيغمون سمارة معاك كنا نعمل وقت اللي نعمل السبيكتاكل كبير بيان سور باش يجي سيرمون هو يجي سلموا عليه برشا سمارة بارمي لي زارتيست اللي خدموا برشا بين عامين السنه وي. 100 اغنيه وكل جمعه كل جمعه سمارة كل جمعه كل جمعه كل جمعه تبارك الله الجمعه اللي فاتت كل يوم ما فهمتش كيف ثم نهار بست اغنيات في نهار بالحق انكرويابل سلموا عليه برشا عمري ما ريت خدي معاك انكرويابل بي باش نسكر معاك بانترفيو اخر اسمه الطاوله ذا تيبل اوكي في كل مره باش نسمي لك سيتوياسيون وتختار لي شكون معاك تبارتاجي معاه المومون هذاك اوكي وتنجم تختار اي بيرسوناليتي اي بيرسون معناها تنجم تختار حتى انيبال اوكي معناها حيه ولا ميته معناها من القدم من جدد من المعروفين من اي اللي تحب انت من برا من تونس من اللي تحب به شكون ماذا بيك تعمل معاه قهوه صباح ماي جاد كارل يونغ بي كارل يونغ ديريكت واو بي شكون تحب تعمل معاه عشاء رومانس هاك ديت ديت وذ ستار ولا مع روبرت داوني جونيور اها بيه برشا بيه ديجا في اوبنهايمر عمل رول ياسر مزيان ننصحك بيه عندك حفله كبيره باش تعملها ان شاء الله سبيكتاكل كبير وعندك طاوله في اي بي قدامك ما عندك الحق تحط فيها كان ثلاثه عباد أبار الفامي هذوكم الباس أبار الفامي ثلاثة هذوما شكون باش يجيو يتفرجوا باش يجيو يتفرجوا فيك ليه ما نحبش ميزيدول يجيو يتفرجوا فيا نولي نحشى تنجم تختار اللي تحب راهو معناها موجودين توا مش موجودين كوينسي جونز اها أول عبد شكون ولا ما نعرف أنا عمري ما خممت فيها السؤال هذا والله أول مرة خاطر معناها سيرمون فما ناس كيما عبد يتمنى يعمل سبيكتاكل ما يتمنى فما ناس معينة جيت حتى لو كان مشي كوينسي جونز أول بروف بتاع فيولون بتاعي تمانيو سكول ماتشيك راكاوسكي واو مانيفيك و تخوازيام مايك باتن مايك باتن بتاع فيث نو مور ديريكت برشا موزيكا في سارة باز هذاك يجيو يتفرجوا طلعهم معاك نتصور طلعهم ماذا في بي شكون تستدعاه وتطيب له حاجه تفرح بيه نفرح بيه معناها واحنا نعرف استدعى عبد الدارك ما ينجم يدخل دارك كما يكون انسان معناها عزيز على قلبك انا لازمني نطيب كومونت ما تحبش طيبه يمسير شيء ما هي مش اما باش تفرح بيه جو مي فود سامحني مش كوم ميسيلش ميسيلش اتكلموا بودو باس استدعوا للدارك باش نعملوا عشاء Oh my God. Jordan Peterson, directement. I know. Clinical psychologist. I know. 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 I
وقالوا لكريستيانو ياسر يحكي معاه وياسر يسمع كلامه. ايه نعرفه برش بيه اميزنج جاي واو نو انت مش تعرف ياسر حب نعمل سيونس معه والله النجم من ولا نخلص اللي حب ابارامون ما عادش يعمل دي سيونس جمله خاطر يعمل كان دي سبيتش ودي انترفيو وكل شيء مي سي مون ريف باش نعدي ساعه انا وجوردن بيترسون ونحكي ولا للحياه والدنيا والمخ والسيكولوجي وكل شيء. باهي قبل ما نسكر وماذا بيا كان نسمع حاجه من البوم بريف. اوكي بالفيولون ولا بالفيولون 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 بعد شويه باش نسمع بون لحظات ونسمع مادام هكا الفيولون راه بالنسبه لارتيست ولا اي ارتيست ديما الاله الموسيقيه نتاعو تقريب من اهم ما ينجم يكون عنده معناها انتاتشبل لازم حتى حد ما يدور بها حتى حد ما يمسها. ياسمين عزيز بعد لحظات باش نسمعوها اللايف لهنا بالفيولون من الالبوم الجديد نتاعها بريف اللي تلقاو معناها ديجا الزغنيات هبط على سبوتيفاي على زيد على يوتيوب وتنجموا تكتشفوا بقيه الالبوم هذايا بتبيع ياسمين عزيز وبقيه موسيقتها واللي بالحق نستدعاكم انكم تعملوا تلا وتشيخوا بالموسيقى نتاع ياسمين عزيز اللي هي اللحاق نتاعها بحس فما كونيكسيون كبيره ياسر بينها وبين الفيولون معناها بون ما طيحش على الغولاسيون مع سمسام متصور اما نتصور اللي غولاسيون ياسر مزيانه. هذه ياسمين عزيز على موزايكا فام ونستنى وذي خطر ريفرب امورك واضحه زياد الغربي تحياتنا ليه دونك ياسمين عزيز بريف من ياسمين عزيز من البوم بريف من البوم بريف اللي تلقاه على يوتيوب وسبوتيفاي اكتبوا بركه ياسمين عزيز سبورت سبورت ليزارتيست التوانسه الكل ونفرح بالحق كي نلقى التوانسه يحبوا التوانسه ويتبعوا التوانسه وديما نسمعوا موزيك تكون ان شاء الله ديما نسمعوها ياسمين عزيز. عايشك ميرسي بوكو فرحان برشا اللي كنت ضيفتنا اليوم ميرسي بور لانفيتاسيون خلي لك كلمه ختام برشا موزايك ميرسي بوكو على ليكيب ميرسي بوكو بور لي كويستيون تري انتريسون علاش الجيك كوم تي افون اليوم ميرسي بوكو ميرسي.